احنا نريد نوفر اكثر قدر ممكن من الموارد لايتامنا لاسعادهم في الحاضر وفي المستقبل ولراوي العالم ان هالمبادره اللي انشاها سيدي جلالة الملك بتأسيس المؤسسة الملكية قبل حوالي 20 سنة مبادرة ناجحة كسبت احترام المجتمع والوطن رمز من رموز المجتمع البحريني الطيب وأيضا دليل على النظرة الثاقبة لسيدي جلالة الملك لخلق بيئة يعيش فيها البحريني معزة وكرامة هذا شيء رائع ونحن محظوظين بدعم من القيادة السياسية من سيدي سمو رئيس وزراء سمو ولي العهد ومتابعته واهتمام وزرائه في مجالات مختلفة فلا يمكن حصولنا على العدد من الأراضي في دول مختلفة بما في شارع في تركيا لولا تعاون وزارة الخارجية معنا لولا وزارة الصحة التنمية وجميع الوزارات أحيانا أنا أقول وأنسى أشياء بس كل الوزارات مو مقصرين معنا الصراحة التربية فهاي سر نجاح البحرين المجتمع البحريني القطاع الخاص الفنانين اللي شاف الفيديو حق فنان البحرين الكبير أحمد الجميري احنا هل البحرين بالجود والكرم معروفين وبصوت رائع كورس طبيعي في مجمع سيتي سنتر من مرتادي المجمع يغنون على من عدة طوابق مجمعين كالنحل والأيتام حواليه هاي يدل على فرحة البحرين وعلى اعتزاز البحرين وعلى كيف احنا نعمل بإبداع مثل ما دائما يقول سمو الشيخ ناصر مع تحقيق النجاح وإدخال أكبر كمية من السعادة في قلوب الأيتام اللي هم أبنائنا احنا نحبهم